إذا للوقوف عند الصراع بين الكتل السياسية بشأن الانتخابات القادمة ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. أستاذ حسين مرحبا بكم. يعني في ظل تصريحات مستمرة للنواب وأيضا المسؤولين عن صعوبة إجراء الانتخابات القادمة في موعدها، ما مدى إمكانية إجراء هذه الانتخابات في ظل الحكومة الحالية وأيضا في ظل الظروف الراهنة؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. سيدي، سواء أجرت الانتخابات في موعدها أم لم تجرى، هو لا يوجد أي تغيير. أو يعني ثانيا، أي انتخابات ستجرى بأي حال من الأحوال سيعترف بها المجتمع الدولي. بأي حال من الأحوال، لو أجرت الانتخابات سيقاطعها غالبية الشعب العراقي. علينا أن ندرك أن هذه الانتخابات لن تغير من الواقع السيء شيء، ولو يدرك الغرب وأمريكا بأن الانتخابات في العراق ستأتي بحكومة وطنية ديمقراطية تحمل مشروع وطني لانقلب عليها، ولكن يعجبهم ما يجري في العراق وتحت ذريعة الانتخابات. لا يمكن أن تكون الانتخابات من أجل الانتخابات، الانتخابات يجب أن تكون من أجل التغيير ومن أجل حرية الناس وإطلاق سراح المعتقلين وبناء مشاريع التنمية وعودة الاقتصاد، كل هذا، وعودة المهجرين وعدم تغيير الديمغرافي، كل هذا غائب. هذه المشاكل الأساسية في العراق لم ولن تغير لا بالانتخابات ولا بغيرها. أستاذ حسين، يعني بدأ الصراع السياسي مبكرا حول الانتخابات وأيضا بشأن المقاعد ومن سيستولي على يعني منصب رئاسة الوزراء، كيف يفسر هذا السيناريو المتكرر في كل موعد انتخابي؟ سيدي، منصب رئيس الوزراء من خلال المحافظة هو محسوب للمكون الشيعي، وهذا المنصب اللي هو يعتبر سلطة تنفيذية قد فشل منذ 2003 وإلى الآن، سواء كان من حزب الدعوة أو من مجلس الأعلى أو من تيار الصدري. لكن الغريب في هذه الانتخابات أن التيار الصدري قد ربط حزامه وهيئ نفسه لاستلام هذا المنصب. السؤال هو لماذا مقتدى الصدر في كل انتخابات في كل مظاهرات متصدرا لها ويعتبر نفسه جزءا من المعارضة، في حين هو لم تفته أي انتخابات ولديه من النواب والوزراء وقد شارك إن كان هذا النظام فاسدا؟ لماذا يشارك به بنوابه وبوزرائه؟ أليس هو جزء من هذه منظومة الفساد؟ أستاذ حسين، يعني في نفس الموضوع حول مقتدى الصدر، يعني أعلن رغبته في رئاسة الحكومة ولكنه تعهد سابقا بعدم الترشح في الانتخابات، كيف يمكن تفسير مواقف الصدر المتغيرة والمتناقضة؟ هذه المواقف منذ 2003، المواقف التيار الصدري متناقضة ومتغيرة وغير ثابتة. كلما تخرج تظاهرات يركب موجتها، وكلما اعترض ناس صاح باسمهم، وكلما جاءت انتخابات أيضا تصدرها. هذه التناقضات تفقد مشروعهم السياسي الحقيقي إن كان لهم مشروع. الشعب العراقي اليوم واعي، لا يمكن أنه يمرر عليه مثل هذه التناقضات لو مرة أو مرتين، لكنها متكررة عشرات المرات، فخصوصا في ثورة تشرين الأخيرة وقد كشفت كل هذه الوجوه وسمتهم بأسمائهم. فاليوم بعد لا يمكن أن تمرر مثل هذه التناقضات على الشعب العراقي بعد وعيه الذي نشرته ثورة تشرين. أستاذ حسين، كيف تتوقع ردود فعل المواطن العراقي في موضوع الإصرار على إجراء الانتخابات، وبالتالي ستعاد نفس الوجوه إلى الساحة السياسية؟ حقيقة الشعب العراقي محبط من الانتخابات ومن هذه الدعوات، لأنه لا يوجد تغييرا حقيقيا، لا يوجد مشروع وطني من القوى السياسية المشاركة في هذه الانتخابات. هذه قوى غالبيتها تسعى للمكاسب الشخصية وتسعى للاستحواذ على المال العام وعلى إداء هذا المجتمع، وقد صرح به كثير من المسؤولين. لهذا السبب المجتمع العراقي محبط من هذه الانتخابات، ولو وفي الانتخابات التي مضت لم يشارك من الشعب العراقي نسبة 20%، وقد يجد في هذه الانتخابات ستكون المشاركة أقل. لكن أنا أكرر أقول أنه ستمضي الانتخابات وسيعترف بها هذا المجتمع الدولي ويعتبرها إنجاز للعملية السياسية التي جاءت بها الولايات المتحدة، ولكن لو أدرك أنه ستأتي بحكومة وطنية سينقلب عليها ويجتثها اجتثاثا كما حصل في الدول العربية الأخرى. يعني كما تفضلت أستاذ حسين، هناك وعي تشكل لدى رأي العام العراقي حيال العملية الانتخابية وأيضا الوجوه التي مثلت العملية السياسية، لكن هنا بعد ثورة تشرين ما الذي بقي في رصيد العملية السياسية الحالية أمام المجتمع الدولي؟
يا سيدي ليس لها رصيد، ولكنها مفروضة على المجتمع العراقي. هذه الأنظمة هي فرضت على المجتمع العراقي لأنها أنظمة وظيفية خدمية، والمجتمع الدولي أصبح عاد إلى فكرة الاستعمار والاحتلال، فيريد أنظمة وظيفية تخدمه وتخدم مشاريعه، ولا يريد أنظمة تخدم وطنها وتقوم بمشاريع وطنية وتعيد تعود اللحمة الوطنية بين الشعوب. هذا الأمر بعد ما يرغبه ولا يريده، ولهذا السبب أنه ستمضي هذه الانتخابات ويرضى بنتائجها، وهو هذا هو المطلوب. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لكم.